بسم الله. ممكن يكون عندي بعض الحاجات وعايز اخليهم محاذاه يمين او شمال، او يعني عايز اعملهم بشكل كويس، فاجي هنا واقول له ادوس رايت كليك واقول له الاين سيلكشن، واقول له انا عايزه مثلا يبقى فيه محاذاه ناحيه الليفت او الرايت او التوب او البوتوم، تمام. فهقول له مثلا انا عايزه محاذاه ناحيه الرايت، تمام. ممكن اعلم لهم تاني واقول له انا عايز مثلا الواي ديستريبيوت، تمام، فتتوزع بالشكل دوت. ممكن اروح معلم على الشكل ده اللي هو دوت وده، الاتنين دول، وادوس هنا واقول له انا عايز مثلا التوب، فيبقى كده بشكل اشيك بكتير بدل ما هما كانوا كل حاجة في ناحية.